تعالوا نشوف احنا حلينا الدبليكيشن ازاي. اولا احنا لعبنا كتير قوي في الاكواد اللي قدامك ده، نتاج لتفصيص في الكود اللي كان كتب المره اللي فاتت. لقيت ان انا مش محتاج اروح مرتين للجدول بتاع اليوزرز اكيد، ففي لوب واحده ممكن اخلص العمليتين. في لوب واحده ممكن اعمل الاس كيو ال اكس وبعدين انزل اخلي هنا دي بس تبقى دبل اكس في كل حاجه، يعني الاس كيو ال والريزلت والبندنج تبقى اكس، يعني كل حاجة هزود عليها اكس هنا. وحاجي اقول له ايه لو دخلت طبعت الكلام ده، يعني انا عندي المستخدم او الصديق هنا طبع عن طريق الريكوست اللي انا كنت عامله له، كنت انا البيرنت. كل ما تخش هنا تطبع واحد، اطبع معاه او اكتب جوه المصفوفة اللي اسمها دبليكيشن، اكتب الاي دي بتاعه. يبقى انا عملت مصفوفة قبل اللوب اسمها دبليكيشن اهي، قلت له كريت لي الدبليكيشن، ولما اجي اقول دبليكيشن واحط القوسين دول يبقى احط في اول مكان فاضي هتقابله. يبقى هنا لو لقى الدبليكيشن فاضيه هيحط في الاندكس اوف صفر، هيحط في الاوضه رقم صفر الاي دي بتاع المستخدم اللي اتطبع اول واحد، وهكذا. لو عندي 3 مستخدمين دلوقتي جوه الدبليكيشن، طول ما المستخدم اتكتب مره هنا من خلال طباعته هنا عمره ما هيعدي من الكونديشن ده اللي بيقول لي ايه لو كان نوت ان اي، لو الاي دي اللي انت نازل بيه ده مش موجود في الدبليكيشن، يعني ما اتطبعش قبل كده، ابدأ اعمل عليه الكويري ده. ولو الكويري ده نجح بتطلعه لي طبعا، بيبقى ده صديق الاول اتعمل عليه كشف. هل هو تشايلد؟ ما طلعش تشايلد، عملنا عليه الكشف التاني. هل هو بيرنت؟ لو هو ولا كده ولا كده ما بيبقاش صديق خالص، فما بيتطبعش. أظن هي سهلة وبسطنا الأكواد عن المرة اللي فاتت. احنا اختصرنا العملية بتاعت اللوب في لوب واحدة كبيرة. أفتكر إن الموضوع واضح قدامك، ولو في حد عنده أي مشكلة فيه يسأل يعني.